النهارده كنا موجودين الساعة 6 إلا 5، 5 وتقريبا 55 دقيقة و52 دقيقة في معبد رمسيس في أبو سمبل. كنت مع عدد كبير جدا من جنسيات مختلفة، حوالي 30 سفير من سفراء الدول الأجنبية والعربية وعائلاتهم، زوجاتهم وعائلاتهم موجودين في انتظار أن يشهدوا لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس. الحكاية دي في ناس كتيرة بتتابعها وهي يمكن مش عارفة أصلها وفصلها، ومش عارفة كمان إيه أهمية حدث زي ده، وليه العالم بيبقى مهتم بأنه يرصد هذا الحدث مرتين في السنة، لأنه هذا الحدث بيحصل مرتين في السنة، مرة يوم 22 فبراير ومرة يوم 22 أكتوبر. عايز أقول لحضراتكم، آلاف السنين مرت وكان في سر مخبوء أو مخفي أو كامن محدش يعرفه، وهو أنه الشمس بتتعامد مرتين على وجه الملك رمسيس في الوقتين دول او في التاريخين دول او في اليومين دول، لحد سنة 1874 جت مستكشفة وقع في حب الاثار اسمها ايميليا ادواردز. ايميليا ادواردز دي وصلت لهذا السر ونشرته في كتاب، الكتاب ده نزل سنة 1899، كان اسم هذا الكتاب ألف ميل فوق النيل، ألف ميل فوق النيل، وكشفت لنا أنه الشمس بتتعامد على وجه الملك رمسيس مرتين. طيب إيه الحكاية؟ هتقعد تتكلم عن عظمة المصريين القدماء وعظمة الفراعنة، مش هنخلص يعني، مش هيبقى في وقت نقول فيه هذا الكلام، لكن إحنا قدام معجزة هندسية ومعمارية، وهذه المعجزة الهندسية والمعمارية الحقيقة مصر بتهتم بإظهارها حول العالم، لأنه الاستعدادات لهذا الاحتفال زي ما شفت النهاردة كانت استعدادات يعني منظمة جدا، دقيقة جدا، لأنك حابب توري الناس عظمة مصر على الأرض مش بالكلام. وخلونا نبدأ يعني بداية الكلام كده مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللي كان واقف على كل تفاصيل هذه الاحتفالية. سيادة اللواء أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك وبالمشاهدين جميعا. أهلا بيك. يعني احنا عايزين نحط السادة المشاهدين معانا في الصورة، هذه الاحتفالية يعني تم التنظيم ليها ازاي والاستعداد ليها ازاي، لأن احنا قدام احتفالية بتتم مرتين في السنة، فالمحافظة اشتغلت ازاي على هذه المناسبة السنة دي يا فندم؟ اولا طبعا يعني انا بشكر حضرتك جدا، وحضرتك يمكن شفت بنفسك وكنت موجود معنا، وانا طبعا كنت سعيد بمجموعه الاعلاميين الموجودين اللي شرفونا. احنا تشرفنا بيك يا فندم وبالمحافظه طبعا. انا بشكر حضرتك جدا جدا، وعايز اقول لحضرتك ان احنا دائما واحنا بنستعد قبل هذه الاحتفاليه باكثر من شهر وبنستعد ليها بشكل منتظم جدا، وهذه المرة يمكن مع جائحة كورونا كان كل التركيز على كافة الإجراءات سواء لجميع الزائرين. يمكن حضرتك كنت موجود، وموجود معنا السيد وزير السياحة والآثار و56 سفير، وكان مجموعة من المدونين موجودين، شيء عظيم جدا. اهتمينا بكافة الإجراءات، ونحن يعني خصوصا الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في المطار وكافة وسائل النقل، وداخل طبعا يعني داخل أقول إن كل الاجتماعات اللي تمت من الإجراءات تمت مع كافة الجهات سواء الداخلية سواء الصحة. عايز أقول إن كل الناس المسؤولة عن تنشيط السياحة والآثار، يمكن حضرتك برضو شفت اللوحة الكبيرة والشاشات الكبيرة، كل ده تنسيق كبير جدا تم علشان نظهر بمظهر حضاري. وعايزين نقول ان كان في وعي كبير جدا من الزائرين، وعايز اقول برضو ان حضرتك لما كنت بتشير على ان القدماء المصريين يعني كانوا مبدعين
وفي نفس الوقت عايزين نقول ان كان في علماء للفلك كمان صحيح بالنسبه دي، صحيح. شيء عظيم جدا ان احنا يعني احنا قدام تكامل عبقرية هندسية مع عبقرية علماء فلك. ازاي لمدة 20 دقيقة الشمس بتدخل على غرفة الملك اللي موجود هو وثلاث يعني تماثيل لآلهة أخرى لمدة 20 دقيقة، فهذا التوافق طبعا بيعبر عن عبقرية كبيرة جدا. شيء جميل جدا ان احنا نكون موجودين كمان ونشوف بنفسنا داخل صحيح القدس ونشوف بنفسنا هذا التعامد، والشمس كانت بتبقى لحظه جميله جدا. يعني احنا كل سنه يعني لما بنيجي ونتواجد قد ايه رد فعل الناس كلها اللي بتيجي وتشوف بيحسوا قد ايه ان كان في عبقريه موجوده وان لنا تاريخ وحضاره عظيمه جدا جدا. انا طبعا يمكن فرصه وانا معاك على الهواء ان انا بطمن كل المواطنين الشعب المصري كله بالكامل على ان محافظه اسوان جاهزه لاستقبال كل الناس كلها. احنا عندنا افضل مشتى عالمي موجود صحيح. على العالم، وحضرتك كنت موجود وشفت صحيح. الجو لطيف جدا، واحنا نعتبر دلوقتي مع بدايه لسه الشتاء، يمكن يعني نقول كنا يعني بالليل جو كمان تحفه، يعني حاجه لا مشرفه احنا جا جدا. انا جا يعني جربت، انا جاي من تجربة عملية يعني كل اللي حضرتك بتقوله فده تجربة عملية. الجو فعلا هناك يعني مشت هايل، وبالليل الجو هايل جدا. انا قلت فرصه وحضرتك كنت موجود معاك اخد راحتي في الجزئيه لا دي، لا طبعا طبعا عشان برضو يبقى الكلام واصل للساده طبعا. المشاهدين، وان حضرتك اكتر واحد ممكن تدافع عن الجزئيه دي لانك حضرت وشفت بنفسك صحيح. احنا الجزئيه. والله والله سيادة اللواء مش بندافع، احنا بنقر واقع يعني. ولما بنبقى شايفين بعينينا وشايفين القدرة على التنظيم، وكان في لقطة برضو عايز اركز مع حضرتك عليها، انه الزائرين اللي عددهم وصل ل 3000 في حدث هيستغرق مثلا وقت قليل، انا كنت حاسس بيه انه في حالة من الراحة مبعثها حالة الاطمئنان، انه في يعني حالة من الأمن موجودة، من الاستقرار موجودة، مش في أسوان بس، دي في البلد كلها يعني. أنا رصدت الحالة دي عند الناس بتتحرك براحتها، الناس ما فيش يعني في ظل كورونا وفي ظل إنه مثلا يبقى في تباعد، لكن الناس مستريحة وحاسة بهذا الأمن. انا عايز كمان ان في برضه جزئيه يعني برضه بحب برضه اشير اليها، دور السيد وزير السياحه والاثار قد ايه يعني يمكن ما قعدش دقيقه واحده صحيح. ملف على كل الترابيزات في كل الاماكن في كل المناسبات، مجموعه مجموعه يروح في وسطيهم، حتى في الطياره هو موجود معاهم راكب اخر واحد صحيح. اخر كرسي موجود ودي موجود كانت في إشارة، الطياره. كانت إشارة منه يعني ذكية جدا، وإنه هو زي ما بيقولوا يعني إنه هو الراجل في خدمة هؤلاء جميعا وفي عون هؤلاء جميعا وبيتعامل معهم جميعا، فعلا كان آخر واحد في الطيارة وإحنا مسافرين. هو عايز يقول ان اذا كان الموضوع مش موضوع ان انا قاعد في اول كرسي ودولة كذا في الكرسي اللي بعديه، ولا هو عايز يقول ان انتوا كلكم بالكامل انتم ضيوف مصر، فهو يعني كان بيعدي عليهم كمان في الطيارة قبل الاقلاع، وفي نهاية الاقلاع قاعد اخر كرسي موجود. فعايز اقول لحضرتك دليل واضح على وعي السادة المسؤولين عن صحيح. السياحة والآثار، وعلى رأسهم طبعا معالي الوزير انا بشكره من خلال برنامج حضرتك قد ايه روحه جميلة وقد ايه بيتعامل مع السفراء على اساس يعني في الاحترام المتبادل، والناس حاسة قد ايه بالدفء داخل مصر. الحمد لله. الحمد لله. وانا يعني شرفنا بلقائك يعني سيادة المحافظ، بشكرك جدا اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. الحقيقه يعني كانوا الناس هم طول الوقت يعني الناس في اسوان اهل كرم واهل ذوق ومضيافين. سيادة المحافظ كمان يعني كان الحقيقه طول الوقت لم يعني يجلس دقيقه واحده اثناء هذا الحدث.